فوضى هديني فوضى وهلأ بدي أقلع حكاية. شو قال لي يا منى؟ شو قال لي؟ يلي خايفين منه متوقعينه صار. قولي على قانطي، قولي على طولي، يعني ميتور البلال مطلوب؟ ايه بده ميتور جديد وشرفي. شو فيها الوصفة اللي كتب لي اياها كمان؟ في الماني؟ بنروح على المانيا نجيب الزيت؟ طيب فيش الماني، سمع اجنبي يعني اجنبي. يعني موجود منه هون؟ شو بيعرفني؟ ان شاء الله يكون موجود. وصلة؟ وصلة ايه؟ بواري تبريد؟ لا شو بك عم تهجي هلا انت ناس بعصي كمان؟ طيب هدول الاغراض منين بدك تجيب حقهم؟ ما بعرف، بدي ادين من رفقاتي، ما بعرف منين عم تجيني هالمصايب. لك استغفار الله لحمه يا رسال، استغفار ولحمه. طول بالك طول بالك، صرنا نساوي يعني شو رح نساوي؟ ما بعرف. تعرفي عم فكر اتدين من اخوكي جمال، شو رايك مناف؟ لك انا ما عندي مسكله، لك المهم نحل هاي القصه. ليك ليك ها، بعدين اخي زمار بيهبني كثير وانا المدلله عنده، يعني هلا اذا بتحاكي يمكن ما رح يخذ لك ابدا. يلا احكي. ما عم نحكي معه ولا عم نسلم عليه الزلمه، بيقول ما بيدقوا غير وقت مصلحته. لا لا انا اخويتي ما بفكر فيه، طولي اموت لاهلك واعاقب ووجعك. يعني بخاف بخاف ما بفكر. كيف الماني؟ يعني ما قوم نطلع على المانيا يا زلمه.
مرحبا بالجمل، شلونك؟ شو اخبارك؟ وانا مشتاق لك كثير، طمني عنك. لكن لا طولي بالي، كان غلط في الموضوع. حبيبي قصدك بخدمه، خدمه صغيره هيك، بتعرف يعني قد ما عم تنقطع الكهرباء بيطعوها وبيجيبوها، بيقطعوها وبيجيبوها، انضرب ميتور البراد عندي واحترق. ايه بدي ميتور. وفيش الماني. ايه فيش الماني، يعني بتكلف حركه 10,000 ليره، فقلت مالي غير اخوك ابو الجمل. لا تسلم لي عينك، ما بتقصر، بس هدول دين، ها دين برقبتي، بس الله يترجع برجع لك يا امي. لك تسلم لي عينك، تسلم لي عينك، انا عارفان حالي مع مين عم بحكي وعارفان من مين اطلب. فورا فورا بجي لعندك. مع السلامه. الله معك. شو قالك؟ وافق؟ ايه وافق، قال لي اعتبرهم بجيبتك. انت بدك تعال خدهم. لك استعدك قاعد، استعدك قاعد. لك يلا يلا بسرعه، طلاب الحديد هم محامي. يلا استريك. شو عملت؟ لك طلاب الحديد هم محامي. رح اضربه، رح اضرب الحديد هم محامي. يلا بعيننا. استريك. والله اخي ما في منه. يوم انا ضب البيت منه عطني انت تعفي تاني. بس فيت ألماني، مين الذي بفيت ألماني؟ والله ما فهمت. ها أبو الرئيف كيفك؟ أهلين أبو الرو. شلونك؟ شو أخبارك؟ مرحبا عمو. تذكرت هاي أختي؟ أختك ولا بنت أختك؟ لك أختي. شو بنت أختي؟ ما شاء الله كبراني، كانت صغيرة. هي لك. شلونك عمو؟ شلونك أبو الرو؟ والله الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام. شو يا؟ والله معك حق، اللي بيحمل مصاري ما عاد يحكي معنا. لا لا أبو الرو، من يوم يومي معي مصاري أنا. شو قصدك يعني؟ أنا كان لك عمي من آخر شرط خسرته وأنت ما عاد دقيت ولا عاد اتصلت. لا 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 ما حلوة منك هي بالروض. ها أنا ما دقيت، انشغلت لأنه صار عندي كم شغلة، بس أنا ما بهرب من شرط. وحياة عينك، إمتى ما بدك أنا بنفذ لك شرطة. إيه بس أنت متذكر شو هو الشرط؟ شو كان الشرط؟ الشرط كان إنه تطعمي كل الموجودين مشاوي. إيوه ولك لعيونك، أنا رفيق، أنا رفيق، أنا اللي بنتخي، أنا صاحب نخوة، إمتى ما بدك أنت والشباب أنا جاهز. إيه وأنا موافق، معناها أنا رايح أخبر الشباب وبلاقيك بالمطعم. قول يا رب، اتكل على الله. يلا سلام عليكم. مع السلامة. الشباب ولي بيكفوا المصاري؟ شو بدي إلها لمنا؟ بدها فيش أمامي. يا رب إلا انصرق ولا يسود وشي قدام الشباب، بيقولوا رفيق صاحب النخوة هرب. إيه لا. يعطيك العافية منى. يعطيك العافية. ايه وين غناد البراد؟ لك انا وغناد البراد مالي عرفان شو بدي اقول لك يا منى، مالي عرفان شو بدي اقول لك. لك شو صار معك؟ وينهم؟ لا تقول لي اخي ما اعطاك. ها لك لا اعطاني. شو ما اعطاني؟ اعطاني وما قصر الزلمة، بس بصراحة المصاري انسرقوا. ما بعرف، طلعت بالباص تبع النقل الداخلي، بتعرفي العالم فوق بعضها، فوق بعض العالم راكبة، نزلت وصلت لنزول الكهرباء، نزلت ضربت ايدي على جيبتي ما لقيتهم. الله لا يوفقوا، الله لا يسامحوا اللي اخذهم، ان شاء الله بيحطهم على كرشه. ما عرف حبيبي ما عرف، طول بالك، كله فداك، كله فداك، شو بدنا نعمل هلا؟ شو بدنا نعمل؟ هالي عرفان شو بدنا نعمل؟ وجيتي لهنيك تاني اقعد هنيك. تعرفي منى؟ مالي غير اطلب من اخوكي كمان. اي والله دكتور اخي ضمان مستحيل اطلب، ولا انا بسرعه بسرعه اطلب اطلب. رح تقول له حاج كسري مو ناقصني. منين عم تجيني المصايب انا؟ مرحبا كمول، كيفك حبيب قلبي؟ شو اخبارك؟ وانا مشتاق لك، مشتاق لك كثير. طولي بالك. ايه كمالو؟ صراحه ما عرفت عن شو بدي اقول لك.
يعني بتعرف انت قد ما عم يطفوا الكهرباء ويجيبوا الكهرباء ويطفوا الكهرباء ويجيبوا الكهرباء انضرب ميتور براد عندي واحترق. والفيش الالماني كمان. والفيش الالماني ساخ كمان. ايه بقى ما بعرف شو بدي لك وانا متضايق وما معي مصاري فلازمني 10,000 ليره. قلت مالي غير اخوك وحبيبك كمان. تسلم لي عينك تسلم لي عينك. انا بعرف مين اقصد وبعرف لوين دايق. خلي لي اياك خلي لي اياك حبيبي. ايه ايه لا لا انا بجي لعندك على راسي. مع السلامه. فوق الله. قال لي اعتبرون صاروا بجيبتك. يعني شو البيت احما هدول لك انا عرفان نقي مكان مكان. صار تعرف اهلي البيت بحبوني وبيحترموني وبيضللوني طبعا. لك مو بس اهليك انا بحبك من جوات جوات قلبي يا حبيبه قلبي. ما عرف عليك اصلا ما في داعي تقول. ايه امي ساوينا كاسه شاي نشربنا كاسه شاي. ايه شو امي ساوينا كاسه شاي لتقوم طلب الحديد وهو هامي روح لعند اخي الطريق طريق الى الطريق. شو عمل؟ طلب الحديد وهو هامي. رح اضربه رح اضرب الحديد وهو حامي تكرم عيني. اخ اضوع المصاري. اه يا اخي نو يا يا ربي دخلك يا رب الله يعافيك يا رب. رشاد؟ هلا هلا رفيق. شلونك؟ شو أخبارك؟ لك شبك ماشي وعم تحكي حالك شو قصتك؟ لك والله الوالدة تعبانة وناقصة دم كثير وماني عارفان من بدي أمل لها إياهم. لا 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 سلامتها. أنا رقبتي سدادة، أنا أبو النخوة بروح بتبرع لها بالدم. كفو كفو والله. لا هي بشغلة 15,000 ليرة بتنحل القصة كلها. 15,000؟ أوه والله ما عارفان شلون بيجيبون يا زلمه. مسيك مسيك ما معي غيره 10,000 ليره اي مو اصلح البراد فيه بس لا. الوالده اهم خلاص. لك لا لا خلاص مو صلح برادك انا بامن حالي لا تاكلهم. لك شو صلح برادي ما صلح برادي امك مثل امي. مسيك وروح فورا جيب لها دم. معقوله على راسي يا رفيق. انا رفيق ابو النخوه ولو رشاد طمني عنا امانه. خلاص على راسي يا رفيق على راسي. واذا لزمك واذا لزمك شيء دق لي تليفون دم لك مصاري كفو كمان. كفو على راسي يا على راسي مع فاي. شو بدنا نقول لمنال؟ شو ما كان بقول لها المهم ضل بنظر العالم انا رفيق صاحب النخوه. كيف تصلح هاي؟ طفو صافي ايدك فاضي وين غناط الله؟ لك انا برات خليها لله يا منال خليها لله. نعط الله ايدك دخلت. لا ما انتشلت اطمني يا ريت انتشلت ولا سمعت هالخبريه اللي سمعتها. اي خبريه؟ لك وانا راجع اخذت المصاري من اخوكي شفت رفيقي هذا رشاد وقفني بالطريق وغاصص ومخنوق والدمع بعينه ما عم يقدر يحكي مسكين. قلت له لك شبك قال لي شوفي اخذ امه على المستشفى وبدها دم طلبوا منه دم وبتعرفي كيس الدم قديش حقه بلاوي زرقاء وما معه النقله. ما بعرف ضربت ايدي عجيتي وعطيته كل المصاري اللي اخذتهم من اخوكي. يا حنان وغناد البلاط بدنا نساوي هلا؟ لك شو غراض البراد انت وين وانا وين؟ لك روح بني ادمه هي امه وما في اغلى من الام عنده الواحد. الله لا يضرها ويعافيها لك حياتها تسوى 60 براد. شو بكي لك منال؟ الله يعافي له يا بس بدنا نساوي هلا مشوار البلال يعني شو لازم نعمل؟ ما بعرف ما بعرف شو بدنا نعمل. فكر 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 اعلى. ما في غير اخوكي طلال شو رايك؟ ايه والله بالضبط اخي طلال ما في منه بهيك مواقف وبيحبني طبعا بدق له طلال هذا حبيبي طلال. لك يلا خلصني بقى قبل الضمك طاير فاتلي طالب هون. مرحبا أبو الطل كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ وأنا مشتاق لك كثير إن شاء الله حبيب قلبي
قصدك الخدمة، خدمة صغيرة. بتعرفي قد ما عم يقطعوا الكهرباء ويجيبوا الكهرباء، يقطعوا الكهرباء ويجيبوا الكهرباء، احترق ميتور البراد عندي وتصليحه بيكلف 10,000 ليرة. وصيف الألماني؟ ايه، وبده فيش ألماني كمان. ايه، ومحسوب أخوان معي مصاري، متضايق شوي. لك حبيب قلبي، لك تسلم لي عينك، بس هدول دين، ها؟ دين برقبتي اعتبروه، بس الله يفرجها بعطيك إياهم. لك تسلم لي عينك، لك تسلم لي عينك، أحلى بطل. مع السلامة، أنا بجيك براسي. مع السلامة. الله اللي اعتبر المصاري معك. لك شو البيت احمى هدول، شو البيت احمى؟ سنطلع لك من الاخر. الله يخلي لي اياك. يلا صلي ساعتك قاعد. يلا صلي. شو بدي اعمل؟ روح جيب المصاري، اضرب الحديد وهو حامي. رح اضرب حديد وهو حامي، تكرم عينك. مو حافظه غير اضرب الحديد وهو حامي. انا سخت. يلا صلي. رح يضرب لي الضوء. مصاب مي احمد. لك ونو ونو يا أختي، ما في ثيم الواجبة، لك ما في ثيم، لك ما أقول أنتي والله مو من قيمتك. أي لا لا ولا يهمك، بس أماني أماني هابا وفي رضغال ولا تقتلون كثير. طيب الله معك، باي. أهلين أهلين حبيبي حياتي وأمري وروح قلبي. لك ليه طريقة ما عطف لها تفضلي؟ لك انت بس تفوت على البيت انا قلبي قلبي بدك تقبل قلبي. ايش هو عميق الهنوط؟ يسلم لي قلبك حبيبتي. شو هالكلام الحلو؟ شو صاير لك اليوم؟ بالعادة اول ما فوت تسأليني وين الميتور وين الفيش الألماني؟ شو قصتك انت؟ يعني بصراحة بصراحة حبيبي، يعني بعد في داعي، ما عاد في داعي اسألك مثلاً غباب من غباب أبداً. لك شلون ما عاد في داعي؟ ليش ما في داعي؟ لأنه عن كيف بدي أصلح لك؟ لأنه ما بقى لزوم. لك شلون ما بقى لزوم؟ احكي لي شو صار، يعني شو صار؟ يعني بصراحة إذا أخي تمام وأخذ البراد. أخذ البراد لصالحه يعني ما؟ لا لا لا، إذا أخي تمام وأخذ البراد لعند أختي منال. لك اختك ويصال، شبكي سخنانه شيء انت؟ ايه صح، انا منال، هي اختي ويصال. لا لا مو سخنانه، مو سخنانه، ايه يعني بصراحه اختي ويصال شبها ما عنده برا، حلو ما عنده برا. ايه فانا دقيت لاخي قلت له تعال خذ البراد لاختي ويصال. يا حبيبي ونحن ما نصاب البراد يعني؟ ما بدنا البرا. لك ليش ما بدنا البرا؟ يعني أنا بصراحة طول الوقت صرت أفكر، فكرت كثير 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 إني أضربها من هون تضرب عقله من هون. أيوة فشو رأيك لازم أعمل أنا؟ شو لازم تعملي؟ قلت بيني وبين نفسي إنه خني بالبرا وزودي دنني، إما أهنب أنا زودي بطلقني. شو هالحكي؟ يا مضحى بدي كيف قاعدة تحطين حلطة لك؟ وقف وقف وقف
شو هالرعبات؟ شيلي منك شيلي حطي على جواز يا رصيد قاعد يمهل ما تكذب حطي جاي علي وبركة اليانا صيح جيبتها وتربح ملايين يلا بلش بلش الله يرضى عليك يا راسها يلا برا بالدولة واحد اثنين ثلاثة وإذا ما ربحت إذا ما ربحت نكون أكلنا هذا النهار من البطاطا يا حرام يا حرام كم مرة بدي أقول لك ما تسحب ورقة يا نصيب دورات ثانية وثالثة ورابعة شو الدورة الثانية يا أرقام المنتهية يقول قال 1 سنين وليش 4 وليش 4 وليش 4 9 يا حرام ايش ما يقول لك ما تسحب ورقتي انا مصيبه تروح تسحب ورقتي انا مصيبه وليش يا واضحه يشوف حظنا يشوف حظنا شلون هيك الله حظصني بيك يوم انا حظ مره بعزه صحه وانا مع قلبك قولي عيني قولي كان الصحه الله يبعث لك الصحه ايوه يا اخي رقم يلا حيارة يلا حيارة يلا قول يوم يلا قول يوم يلا اربعة لا خمسة خمسة ما ربحت قاعد يقول حظ اوفر لهذول مثلي ومثلي يعني شلون اسوي انا هسه بدي اربح ورقة يعني بدي اربح ورقة ما راح تربح واضحة؟ وإيش رأيك؟ الفوت المطبخ جاهز عشاء شو قلتي؟ أنا شبعت شبعتي؟ لا قصدي يعني نروح نجهز عشاء شان الله بلكي باجر روح أجيب برقة يانا الصيف الأسبوع الجاي على السحر أربح تبيني وربح عن الجائزة الكبرى؟ إيه جيب لك تلفزيون أكبر أجيب لك فراريج بروستد أجيب لك بطاطا شاورما أجيب لك اللي ما ينجاب أجيب لك عصفور وأجيب خلي العصفور هو يبعث لك لبنه لبن العصفور جيب لك يعني موافقة يا الواضحة يا الواضحة قومي نهير عشاء سوا كي نجهز عشاء يلا قومي قومي انت قومي يا ويل قاعد حظنا وفر يقول قومي اريد العشاء يكون لبنه وجبنه ومقدوس وزعتر وعرق الصح نسان الطرش والبهايم فوق بالخيمه نسوان بس على حظي انا قلت له الشمس والبسكوت بعد ما اطيقك يا نصيب تبعك يا
بابا قاعد على وين تفرجين ها؟ أغاني. وين؟ أغاني. أغاني؟ إيه. قاعدين تشوف هذا قاعد يغني أوفر فيها طيرة الغروبي؟ إيه. إيه وقاعد يرقصون تحبيه؟ إيه أحبه. قاعد أغني أحسن منه أنا. سمعني. وين أسمعك؟ واضحة جبت ورقتي يا نصيب هسا هيما حطينا على المحطة. محضر السحر شنو؟ ورقة يا نصيب بلاها كاميرا بدي اقول لك ورقة يا نصيب بدها تخرب بيتك ولدي الواضحة ولك يا الواضحة حرام عليك ما تبكيش تبكيش اريد اربح علي مشان شو هذه الفلوس ها؟ مشانك شو الواضحة مشان نعيش حياة مرفهة وزين عشان نطلع من حالة الفقر ولك واضحة أنا قاعد أسهر ليل مع نهار بالشغل ورا الطرش ورا البهايم عشان ساوي لك حياة جميل أنا شو بدي من اللي يا نصيب هذا مشاني لا كله للربابة هلا عليك هي الجارة شو عشاقة ونصابة خسرت ياخذ ويعطي مثل قرص الربابة يلا بلش السحب بلش السحب يلا في خنقة يا عيني للأسف قاعد هون في المنفضة يلا خلاص ما حيك وك حركت لي السجادة واضحة حطي ايدك على الورقة شان تربح حطيها كلمة صاح يا ضاح يا ورق الدفاح واحد من ولا شي ساح يلا إذا ما تربح شنو يشتغل؟ هذه أرقام منتهية تبع 2000 ورقة و 3000 ورقة ما هي؟ 3 5 6 راح يلا قولي يعني ما راح تربح تربح والله بدها تربح يا عداد البسكوت حشها بس نانيزا وان طلعت يا واضحة طلعت لا البسكوت ما طلع البسكوت هالنسناني من ضرس العقل هذا اللي طالع منه هنا ها ليش ان شاء الله الحمد لله زلغوطة الكبرى يوم النذر صافين ينام يقول 1 2 والجائزة جدا 100,000 100,000 5 من هذا قاعد الدولاب يطلع وينزل اثبت ولد اثبت 17 واللي حده 0 واللي حده 4 واللي حده 5 5 و5 يلا 9 يا رب 9 ها يلا 7 9 7 9 9 ربحنا 100,000 ولا 200,000
ربحنا 100,000 اسمع ودي فروج بروستك ودي سودا أجبلت. ودي شاورما اجبلك او كمان بدي هاي سنيكرز مش عارف سنيكرز شو ما كان يكون اجبلك هذا الكرت او قرد سنيكرز قرد مكرز يعني لا سنيكرز ايه خلاص اجيب لك منه ايه شوف انا راح اتصل بابوي وامي وبدي اتصل باخواتي اتصلي ايه ولا جد اتصلي ولا توضع وربحنا ربحنا يا الوضحى زلطي يا الوضحى اريد اسويك عروسا زين اريد اعوض لك عن كل شيء افتقرناها بحياتنا رايح اجيب لك هذول الاغراض والباقي اجيب سيارة والباقي اجيب لك عمارة والباقي اطلع واشتري حمارة مشان اعطرش سنروح مشي انا لازم اروح روح شوفهم قبل ما يسكروا البنك روح يلا من هين كمان روح وضحاني انا هون وضحا أحبك يا وضحى وضحى غمض عيونك وين داخل يا قمل ربحنا هسا حاول جيك بس لترجع يا أخوي فرح لي ألو هزا كيفك يا أخوي منيحة ربحنا ورقات يا نصيب بده يجيب لي فروج بروستك بده يجيب لي لحمة مشوية بده يجيب لي سنيكرز ما قلت لك بده يشتري حمارة وعمارة أدري كلها 100,000 يعني كلها 100,000 لا ماكو مجال نبعث له أنا جبت أمزح عمارة يعني خرج عمارة لا ولا حمارة لك لا طالع عقله لك ما قلت لك هو قاعد هيك يطلع البسكوت من درسه طلع له درس العقل على الخبرية والله يا اخوي ما تضبط معاي ما اقدر ابعث لك الو اخوي هزاع هزاع الو هزاع ليش ما ترد جبت المصاري وين فراج البروستد واللحمة المشوية والسنيكرز واضحة ايه انه ربحت 100,000 ورقة صح؟ صح قاعد هيك انبسطت ايه فاني تفضل مين جاي لعنا؟ هذا اللي اشوف مين جاي لعنا مين؟ بس قلت لك ما بو هدوات مستعملة ما بو ألمنيوم عتيد ما بو كراسي مخلعة ولا سنجرة يدفع عمرك ورجع يا قاعدين هذول يدقوا على الباب يقولوا عنكم خبز يابس عنكم كراسي مخلعه عنكم ألمنيوم عتيق للبيع هذول قاعدين يربحوا اكثر مني ومنك واضحه انا رحت يم البنك قلتهم
أنا فرحت أنا ومراتي وصرت أدبج مثل القرد نط. قلت لهم ودي يشتري حمارة. طلعت أنا بس مو حمارة حمارة من كثر ما انبسطت. ليش؟ تعي يا ماما تعي قربي يمي زاد قربي يمي واضحة. خذنا 100,000 ورقة. قلت أجيب لك بروستد وأجيب لك لحمة مشوية وأجيب لك مونة للبيت وشوية خضرة وفواكه وبقدونس. نعمل حسابهم وسنيكرز محشي. طلع حسابهم 50,000 ورقة. وال50,000 ورقة الثانية مرقت لعند الدكاكين اللي قاعدين اخذين منهم بدين ونسجل زاد. قمت حاسبتهم يا قاعد ما يترتب علي هدية. بس الغراب الثانية ما جبتها قال سعرها 50 ضبيت 50. قلت نيشان غدرات الزمن يعني نفكر حالي عايش من 15 سنة أو مشي 10 سنين. كانت 100,000 ورقة هي الواضحة. كانت تحكي تحكي هسا مش وش ال 100,000 ورقة تحكي هسا الدولار الدولار يا الواضحة يعني بس المزقق عقلي المزقق عقلي هي واضحة إنه شنا دخل البقدونس بالدولار شنه دخل الفجل بالدولار شنه دخل البصل بالدولار يمكن السنيكرز هاي وحدها دخلها بالدولار بس هاي ما تنسى الدولار واضحة؟ غمض عيونك غمض عيونك يا واضحة ثانية غمضت عيونك راح يلعنك ويلعن حظي ويلعن يا أي قلعي صبر أحسن شيء قال لي عو جنبي يا عيني يا عيني المدير قال لي عو جنبي هاي ما صارت بحياتك هذا الحكي ما بصير يا أبو طارق هاي اسمها مسخرة أستاذ والله مطالب إيدي شيء 2500 موظف عندي لاقي 50-60 واحد تحت معقول أستاذ والله هذا الأمر بدك تسأل فيه سيادة الوزير أنا ما لي علاقة شو سأل فيه سيادة الوزير شو عم ساوي هون شو عم ساوي هون وينو هدول الموظفين أنا مطالب إيدي شيء أنا مدير مكتبك بس ولا الماكينات عمي أبو النور نصهم معطلين أغلى ماكينات بالعالم جايبين إيه والله يا أستاذ ما أمين لاقي قطع غيار لهم شو قطع غيار ما قطع غيار هلا فورا بتنزل على رحبي بتقدموا لي كتاب وأنا موافق هلا بجيبوا قطع غيار وكل شيء في موظفين ما موجودين ارفع فيه العقوبة وجيب لي أسماءهم يلا أمرك أستاذ أمرك مسخرة هي أستاذ هاي المخلوقة شو صحن سيجارة يعني حاضر أستاذ هاي المرة اللي اجتمعنا فيها برا ممكن تدخل إيه طبعا ممكن تدخل نحن قاعدين لخدمتهم تفضلي يا أختي تفضلي يا اخي اهلين اختي تفضلي هات عم يا بنور هات الكرسي يا اخي تفضلي يا اخي تفضل. انا جوزي موظف في شركه الاسمنت وهو بصراحه تعرض لاصابه بالعمل من شي 5 شهور نعم ايه شو يعني فيني فيدك انا المشكله يا اخي انه لا اخذ معاش طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك وانا عندي كم عيال بالبيت ما قدران طعميان ما عطوه تعويل؟ لا ما عم يقبض راتبه؟ شو هالإهمال هذا يا أبو طارق؟ أستاذ هذا الأمر مو من عندي كمان لا حول ولا قوة إلا يعني بالله يعني شوف المحاسبة أستاذ أدي رقم المحاسبة يعني 6 أستاذ
علينا قبل ما سحبنا السماعة. ألو يا بنتي، في عنا موظف شو كان اسمه؟ سعيد عطايا. سعيد عطايا مصاب من 5 شهور وما عم ياخد رواتبه ولا تعويض. ليه؟ لك شو ما دخلك انت؟ مين لك كان دخله؟ المدير. ايه انا المدير هلا. فورا هلا ببعث لك اياها وبتصرفي لها رواتب زوجها والتعويض. ايه يلا زين معه طارق. امرك استاذ. الله يجبر بخاطرك يا حق ويخلي لك اولادك يا رب. استغفر الله يا اختي، هذا واجبنا يا اختي، هذا واجبنا. تفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. دخيل اللي خلقك يا استاذ، دخيل اللي خلقك يا استاذ. عمي ابو نور شو اللي عم بيصير؟ والله يا استاذ ما بعرف، المديريه فوضى بفوضى كانت. لا حول ولا قوه الا بالله. هلا ان شاء الله على دورك كل شيء رح يتصلح باذن الله. بقول لك كان 5 شهور ما بتصرف له الرواتب؟ والله ما بده ياكلوا هدول؟ والله ما بعرف يا استاذ ما بعرف. عفوا استاذ. شو في يا ابو طارق؟ في شاب اسمه رامز حابب يشوفك. رامز موظف عندنا هون؟ لا هذا عم بركز. خليه يفوت. حط له الكرسي يا ابو طارق، حط له الكرسي. حاضر استاذ. تفضل تفضل تفضل. تحياتي. اهلين استاذ. كيفك استاذ؟ كيف استاذ؟ تفضل تفضل استاذ. انا رامز الوكيل. اهلا وسهلا. ابن ابو رامز الوكيل صاحب اكبر شركات بالبلد. الاخ ابو رامز. ايه والله اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا هلا سلامات. بالحقيقه الوالد بنقول لكم سلامات وبنقول لكم مباركته لكم ان شاء الله منا الاعلى يا رب. الله يخليك يخلي الوالد ويسلم لي عليك كثير امان. ايه بيوصل بيوصل. في طلب صغير يعني هيك بعيوني. ايه يا رب يا استاذ تسلم عيونك. حقيقه الوالد بعث لكم سياره ما في شيء بقيمتكم يعني سياره مرسيدس شبح صفيناها قدام مديري. مرسيدس شبح؟ ايه. بس يا استاذ رامز انا ما بحب اركب سيارات شبح. ولا يهمك يا استاذ، كل انواع السيارات موجوده عندنا، شو ما بدك، بيجو، مرسيدس، بي ام، مازدا، اوبل، كله موجود عندنا يا استاذ. والله كمان ما حبيت هي منك، يعني انا بتسلم لي على السيد الوالد بتقول له المدير العام الجديد حابب يركب طياره خاصه، عند ابوك في طياره خاصه. عفوا استاذ انت اكيد عم تمزح ما هيك؟ لا ما عم بمزح. تاخذ هي الباره بوشك عند ابوك، لا لا برا. يلا ماشي تفضل. هذا مرسيدس شبح. الله يا استاذ وحياه الله يا استاذ كانك بتعد لي مصاري. بدي اقول لي على ابو طارق ما عاد بدي اعيط. يا ابو طارق. نعم استاذ. قبل ما يدق انا جاهز. هيك اشكالات لهون ما تفوت. حاضر استاذ. هلا ابوي بيسلم عليك وسياره مرسيدس شبح. يا استاذ بتستاهل احلى فنجان قهوه. يا ريت انا رايح اعمل لك فنجان قهوه من تحت دياتي رح تشربه وتستمتع فيه. وبعت لي زكاتك قهوه الي على المكتب. بعت له فنجان قهوه كمان. شكرا. يا ابو طارق هذا الاهمال ما بدي اياه. امرك. 2500 موظف لاقي 50 60 واحد هلا بتنزل فورا مثل ما قلت لك. نعم. تكتب لي كل الاسماء بتجيب لي اياهم باجبارك. حاضر. وكله معاقب. شو صار مع الحرمي؟ مشي الحال استاذ، صرفوا له الرواتب وقبضوا له التعويض. كثير منيح. هلا بتنزل على السوق. نعم. تبعت لنا حدا او بتنزل جهز لي اكبر بوكي ورد، بنروح انا وياك وثلاث اربع موظفين من شعر الرجال. يلي بدك اياه. اي طبعا اللي بدي اياه لك، انا اللي بدي اياك انت. صباح الخير استاذ. صباح الخير. شو اخبارك استاذ؟ صباح النور يا صباح الورد والفل والياسمين. صباح احلى فنجان قهوه عم بانتظارك يا استاذ. الله يخليك الله يخليك عم يا ابو نور. لك والله شغله حلوه. تفضل استاذ. تفضل. تسلموا. شو فنجان واحد مساوي كانه؟ ايه استاذ انا فنجاني جوا. لا 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 الله يرضى عليك، بتجيب فنجانك تقعد على الكرسي بتشربه هون. انا استاذ؟ ايه هون اشرب قهوه معك انا استاذ؟ ايه شو المشكله يعني اذا بتشرب معي قهوه؟ يعني الله يرضى عليك، جيب فنجانك حطه هون وعود قدامي اشرب القهوة. يلا حاضر استاذ مثل ما بتريد. الله يسعد الصباح. عم شلون هيك؟ عمي ابو النور صباح الخير استاذ. تفضل استاذ لي. عود ارتاح. هلا نحن هون عندنا آلات ومكنات من أهم وأجود أنواع في العالم وعندي 2500 موظف، يعني ليش ما عم نربح؟
والله يا استاذ ما بعرف يعني يعني هلا وانا جاي صفيت السيارة هنيك شفت في معمل صغير هون جيراننا هون ايه؟ واحد بيقولوا ابو ارتين ارتين ما بعرف ايه ايه استاذ هذا المعمل انا عم بشتغل فيه بعد الظهر بعد ما خلص دوام هون بروح بشتغل فيه يعني معمل خاص هذا ايه معمل خاص لابو ارتين لا ارتين ارتين في مجال عمي ابو النور طالما انت بتعرفه تروح تنادي لي له خليني اتعرف عليه ايه بعيوني استاذ على عيني الله يرضى طيارة هلا بجيب لك اياها معي استاذ ابعث لي ابو طارق حاضر استاذ كرم عينك يا ابو طارق صباح الخير استاذ صباح النور يا ابو طارق يلا بخير اهلين شو صار معك استاذ هاي الاسماء اللي كتبنا قلت لي عليها ايوه شو اسمه هذا فؤاد المصري فؤاد المصري نعم هذا ليش ما عم يداوم هذا استاذ قرايب الوزير قرايب الوزير شيء حلو قرايب الوزير هذا شو بيت ابو صخر نعم استاذ هذا بيكون ابن حماله قريب الوزير ابن حماله والله شو ظريف ابو طارق نعم استاذ شوف لي مين مسؤول عن العلاقات العامه وبعث لي اياه حاضر استاذ يلا كله قرايب الوزير ابن احمى الوزير وقرايب ابن عمه احمى الوزير وهي جيران الوزير وجيران قرايب الوزير صباح الخير صباح النور اهلين انسه طلبتني شو كان الاسم؟ ريم اهلين انسه ريم تفضلي تفضلي علي ابو طارق اتركنا شوي الله يرضى عليك اي على عينك ايه يا سليم حضرتك انت هون استلمي العلاقات العامه صح بدي افهم مين عندنا الاسماء اللي عم تاخذ المناقصات يعني في عندنا اسماء محدده ولا كل مره مناقصه بترسل على حدا مختلف استاذ نحن دائما بس يكون في عندنا مناقصه عم تحدد اللجنه وهي اللجنه هي عم تختار مين جنود عم يتعهد المناقصه ايه بس انا عندي هون هاي المناقصة الأولى نفس أسماء المناقصة الثانية والثالثة والرابعة أستاذ المتعهد خامسة شو القصة؟ أستاذ بكون المتعهد هو دافع أكثر شيء متعهد دافع أكثر شيء فلسة المناقصة عم تفضل عروض نظامي ولا مين عم يفضلها؟ أكيد نظامي أستاذ أكيد كله نظامي 100% شكرا لك تفضل يا مكتب شكرا أستاذ أعطيني أبطال يا عم شو هالعصابة هي؟ مر استاذ أهلين يا أبو طارق حبيبي نعم استاذ كل الأسماء اللي عم بتداوم نعم بتصرفوا لها 5000 ليرة مكافأة على رأسي والأسماء اللي ما عم بتداوم كلياتها بتخصموا لها أجار شهر كامل هاي الأسماء صباح الخير استاذ أهلين يا أبو نور شو صار معك؟ جبته للسيد أرتين وقعدته برا بس لأشوف حضرتك بس تفضل بديله على عيني بس دقيقتين خلص واي واحد ما عم يداوم تبعتوا له مشان يجي يداوم 15 يوم ما داوم تفصلوا امرك يلا خلي ابو خلي ابو نور يفوت الضيف امرك تفضل يا معلم تفضل معلم ارتين تفضل معلم ارتين استاذ معلم سلامات كيف سلامات شلونك شو اخبارك اخبارك احوالك الحمد لله تفضل استاذ ارتين تفضل الله مبروك الله يبارك فيك ما شاء الله عليك عم تحكي عربي تمام مثلنا صار لك عايش كثير بالبلد 40 سنه هاي احلى فنجان قهوه للمعلم ارتين شكرا شو اخبارك؟ الحمد لله كيف امورك؟ ان شاء الله الف مبروك الله يخليك، ما قلت لي يا اخي ارتين حبيت اتعرف عليك قبلك شهر لهون يخليني اياك يا رب المعمل عندكم شو وضعه؟ تمام والامور بخير الحمد لله ايه الحمد لله عم يربح يعني اموركم ماشيه الحمد لله الحمد لله دوام خشب معلم يا ابو النور نعم استاذ حاضر عمي ابو النور نعم استاذ السيد ارتين يعني فينا نفتح معه اي موضوع بدنا اياه طبعا خذ راحتك الكامله ابدا على كيفك طيب كثير ايه سيد ارتين انا ما بدي اعطلك كثير يعني رح اسالك سؤال واحد ويا ريت تجاوبني بصدق تفضل شو السر انه معمل حضرتك عم يربح ومعملنا عم يخسر بالرغم انه عندي انا 2500 موظف وعندي الات من احدث الالات في العالم بسم الله حبيبي معملي صحيح درويش ومتواضع ومعملكم ما شاء الله مكانات وموظفين 2500 موظف نعم بس فيك تقول لي 2500 موظف كم موظف عم يداوم عندك؟ طالما بدنا نحكي بصراحه امبارح نزلت جولي فيه 50 60 موظف لك هذا ابن فلان هذا ابن علتان
وهذا اللي مضبط أموره مع المدير وما عم يداوم، صح ولا لا؟ والله عم تحكي درا. ايوه أنا معملي كله 15 موظف. ما شاء الله ما شاء الله. ايه وارديتين، بس المشكلة بيننا وبينكم شو هي؟ شو هي؟ نحن مكتبنا بقلب المعمل مع العمال. ايوه انتو مكتبكم فوق هون. ايوه عم يا ابو النور. نعم استاذ مر. الله يرضى عليك. هلا بتاخذ المكتب والكرسي هي بتنزل لي اياهم على قلب المعمل. على المعمل؟ ايه على المعمل. استاذ عم تحكي جد؟ لك ايه على المعمل. شو عم بحكي لك انا؟ عفوا استاذ اسمح لي، يعني استاذ انت طبيعي؟ طبعا طبيعي. لك انا شو ما قلت لي ارتين بصير هذا الحكي؟ بصير، بس المدير ما يطلع على الكرسي بصير. بيصير ولا ما بيصير؟ ام عصام، يا ام عصام، ام عصام، لك شبك ليش عم بتعيط؟ لك شو ليش عم عيط؟ صلي ربع ساعه بالصالون ما حسيت اني جيت. بدي اكل، قومي حطي لي اكل. ما سويت اكل؟ الاكل جاهز. قومي حطي لي الامتين خليني اكل. ما في خبز. وليش ما انقبرتي قلتي ما في خبز ودقتي لي على الوظيفه؟ كنت انقبرت على قلبي وجبت معي خبز. لانه قلت له لقبل مع عصام وراح على الفرن لحتى يجيب خبز. يا حبيبي عصام راح على الفرن هلا باربع ساعات ما بيجي عصام. ليش اربع ساعة؟ لانه العجة على الفرن والدور واصل لاخر الحارة. هلا ابننا عصام بده يوقف على الدور. شو هاد؟ ابننا عصام بده يوقف على الدور. وليش ابن حضرتك ما يوقف على الدور؟ لانه يا حبيبي يا فهمان، لو العالم تحترم حالها بهالايام وتوقف على الدور ما كان ضل عنا عجقه لا على الفرن ولا على الغاز ولا على المازوت ولا على شيء. صايره مفزلك كثير. ما قومي نقلعي من خلقتي. قومي قومي نقلعي حطي اكل. اصلا انت هذا الشاطر فيه الدخان وبس والحكي البلا طعمه. روحي من خلقتي. قال ليش لا يوقف ابني على الدور؟ قال ابن باشا لانه ما يوقف على الدور، لازم كل العالم توقف على الدور. عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت، بدنا نوصل هالاحساس من اصغر لاكبر بيت، بدنا نوصل رساله شو اللي غير هالحالي، وبدي تكونوا معاي انا بدي تكونوا معاي. فوضى الدنيا فوضى وهلا بدي اطلع حكاية، هالمسرح صاير موضة اللي رايح واللي جاي. هالفوضى شو فيها جنان؟ جن وغني وعل الصوت، عم نحكي عفلاً وفلان بدنا نحكي بأعلى صوت. وينك انت يا فنان؟ مسرحنا صار